شيخنا أم علي من اليمن تقول أن والدتها مريضة وتتناول علاجا، وأيضا أن ابن هذه المرأة تقول أنه قد خطب امرأة من 3 أو 4 سنوات ولم يتم الزواج حتى الآن، وهي تخشى عليه من الوقوع في الحرام، يقول تحزن كثيرا في الليل وتفكر به وتبكي، فهل يلحقها إثم بهذا العمل؟ أما تعمد البكاء وتعمد تذكر الحزن فيلحقها الإثم، والواجب عليها الصبر وعدم الجزع والرضا بقضاء الله والدعاء له واستغفار الله بأن تدعو له بالمغفرة والرحمة، تستغفر ربها عما كان من تقصير وخلل في مثل ذلك. أما أن تسترسل وتجعل هذا هو جيراها دائما، تتذكره تعمدا وتبكي ويصيبها ما يصيبها من الجزع والاكتئاب، ربما تطرق إليها ذلك في اعتراض ولو يسير على قضاء الله وقدره، فهذا حرام يفضي إلى ما هو أشد منه حرمة، والله أعلم.